بالنسبة للجداء عددين عشريين نسبيين، دونك الجداء هو هي عملية هي ديال الضرب. هنا في هذه الحالة ديال الجداء عندنا جوج حالات، سواء العددين لهما نفس الإشارة يعني زائد وزائد أو ناقص في ناقص أو إشارتان مختلفتان، يعني كاين الزائد مع الناقص غنضرب عاود الناقص مع الزائد مع الزائد. هنا القاعدة كتقول لي إذا كان العددين لهما نفس الإشارة فإن الجداء عدد موجب، وكندير عملية الجداء. ناخد مثال ناقص 3 في ناقص 5، هنا هذا سالب سالب، إذن عنده نفس الإشارة، إذن كيقول لي الجداء عدد موجب، كان عدد موجب دونك الجداء زائد، وإيوا كنحسب الجداء بيناتهم، خمسة في ثلاثة أو ثلاثة في خمسة، إذن هي زائد 15. ناخد مثال واحد آخر، جوج في 7، إذن هذا جوج موجب وسبعة موجب، إذن لو نفس الإشارة إذن موجب. كندير جوج في 7 هي زائد 14. إذا لكن عندي العددين لهم نفس الإشارة جوجهم موجبين أو جوجهم سالبين فإن الجداء ديالهم هو عدد موجب. كنكتب أول حاجة كنحدد الإشارة وكندير الجداء بالعددين، هذا في الحالة لكن موجب. دابا لكانوا عندهم إشارتان مختلفتان يعني واحد موجب واحد سالب، في هذه الحالة الجداء قاعدة كتقولك أن الجداء عدد سالب. ناخد مثال ناقص 8 في 4، إذن هنا عندي عدد سالب ناقص وهذا زائد 4 عدد موجب، إذن هنا تدخل في هذه الخاصية هذه في هذه الحالة عندهم إشارتان مختلفتان، إذا الجداء سالب كندير ناقص وكنحسب الجداء عادي 8 في 4 اللي هي ناقص 32، 4 في 8. ناخد مثال واحد آخر، جوج في ناقص 9، عندنا هذو إشارتان مختلفتان دونك السالب جوج في 9 دونك جوج في 9 18 دونك ناقص 18. إذن هادو هما الخاصيات بالنسبة للجداء عددين، إما لهما نفس الإشارة كيكون جداء عدد موجب، أو إشارتان مختلفتان جداء كيكون عدد سالب. أول حاجة كندير كنحدد الإشارة، إذا كانوا موجب لو نفس الإشارة فإن الإشارة موجبة عدد موجب، إذا كانوا مختلف الإشارة فإنه سالب. هذا بالنسبة للجداء عددين، هذا بالنسبة للعددين. دابا الجداء عدة أعداد يعني أكثر من عددين، مثلا ناقص 3 في جوج في ناقص 7 في 1، بغينا نحسبو هاد الجداء، يعني هنا عندي بزاف ديال الأعداد. هنا إما نطبق الخاصية الأولى، يعني شغندير باش نسهل عليا، غنحسب هاد الجداء
نكتبه هنا. دونك ناقص ناقص 3 في 2 شحال كتساوي؟ دونك إشارة مختلفة إذا ناقص، وكندير الجوج داء 3 في 2 هي 6، كندير في، عاوتاني كنحسب هادو بوحدهم. ناقص 7 في 1، دونك العدد اللي ضربناه في 1 هو نفسه، هي ناقص 7. من بعد عاوتاني كيولي لي الخاصية الأولى، دونك جد عددين. إذا هنا ناقص، هنا عددين لهما نفس الإشارة، إذا جد موجب. كندير 6 في 7، 6 في 7 اللي هي 6 في 7 هي 42، دونك هي زائد 42. هذه الطريقة باش يمكن نحسب بزاف الأعداد، يعني كنحسب جوج بجوج. هذه كيما شفنا الطريقة. دابا بغينا نعمموها. كاينة قاعدة كتقول لك إذا كان عندك مجموعة من الأعداد اش كدير؟ أول حاجة كتشوف شحال عندك مع عدد سالب. هنا شحال عندي مع عدد سالب؟ عندي هذا، عندي هذا، عندي جوج أعداد سالبة. وكنشوف هاد مجموع الأعداد السالبة شحال، شحال عندي مع عدد سالب؟ هنا عندي جوج. كنشوف لكن هاد العدد زوجي، شنو معنى زوجي؟ يعني سوا جوج، ربعة، ستة، تمنية، يعني يقبل القسمة على جوج. زوجي فإن جداء موجب. لكن عدد فردي يعني 1 3 5 7، إذن جداء سالب. نطبقوا هذه الخاصية في هذا المثال بنفس الطريقة. أول حاجة غنحدد الإشارة، شنو ندير؟ كنحسب شحال عندي مع عدد سالب. إذا عندي ناقص 3 عدد سالب، ناقص 7 عدد سالب. إذا شحال عندي الأعداد السالبة؟ عندي جوج، وجوج عدد زوجي، إذا الجداء موجب. إذا نكتب ناقص 3 في جوج في ناقص 7 في 1 تساوي زائد. إذن لأن عدد السالبة جوج وهو عدد زوجي، إذن زائد. وكندير الجداء ديال الأعداد، جوج في 7 في 1، وكنحسبها زائد جوج في 6، جوج في 3 6 في 7، 42 في 1 هي 42، إذن هي زائد 42. ناخذ مثال واحد آخر، ناقص 2 في ناقص 1 في 5 في ناقص 4 في ناقص 4. إذن هنا كنشوف شحال عندي مع عدد سالب. عندي 1، عندي هذا عدد سالب، عدد سالب، عدد سالب، إذن عندي 3 الأعداد سالبة، أعداد سالبة، ثلاثة الأعداد السالبة. إذا الجداء، الثلاثة عدد فردي، إذا الجداء راه سالب. إذا كندير ناقص وكنحسب الجداء في 5 في 4، ناقص 2 في 1 2، وجوج في 5 10، 10 في 4 هي 40، إذا هي ناقص 40. بعد ما شفنا الجداء نشوفو القسمة. بدنا من القسمة بنفس الطريقة. إذا كان عندنا قسمة ما بين أعداد لها نفس الإشارة فإن الخارج موجب، ولكن عندنا القسمة ما بين أعداد لها إشارتان مختلفتان بنفس الطريقة كذلك من الجداء فإن الخارج سالب. ناخذ مثال، مثلا ناخذ مثال، مثلا ااا
تنان ناقص 120 قسمة 3، عندنا ناقص 120 قسمة 3. إذن هنا شنو عندنا؟ عندنا عدد سالب، عندنا عدد موجب. عندنا هنا الخارج هو عدد سالب، الخارج هو عدد سالب. إذن ناقص 120 قسمة 3 يساوي عدد سالب بيتا، وعاد كنحسب 120 على 3 هي 4، 3 12 هي 40، دونك هي ناقص 40. هذا بالنسبة للمثال الأول ديال لهم إشارتان مختلفتان. إلا كان عندهم نفس الإشارة، مثلا 15 ناقص 15 قسمة 5 قسمة ناقص 5، إذن هم عندهم نفس الإشارة، إذن في الخارج موجب. إذن 15 على 5 هي 3. إذن بالنسبة للخاصية ديال القسمة العددين فهي نفس خاصية الجداء، إذا كان العددين لهما نفس الإشارة في الخارج موجب، إذن إشارتهما مختلفتان في الخارج سالب. وغنشوفو تمارين تطبيقية نشوف فيها جميع هاد الحالات. بالنسبة للخارج المقرب والتأطير، هي كدي كنحتاجوها ملي كيكون عندنا قسمة على عدد الأرقام ديالو بعد الفاصلة ما كتسالاش، يعني القسمة كتاخد بزاف ديال الأرقام. مثلا ناخدو مثال، ناخد 5 على 3، دونك نقسم 5 على 3، 5 على 3 كاين 1، إذن جوج على 3 لا يمكن، إذن كنسلب 0، وندير الفاصلة 20 على 3، 6، 6 على 3 هي 18، كندير الفرق، دونك هي جوج، 2 على 3 لا يمكن، 20، 6، 18، دونك جوج، 6. وانا كنتم غادي 6 و 6 6 6 6 ما كتسالاش، يعني هنا كتجي كلمة تأطير، يعني كنقول هاد العدد 5 على 3 راه محصور ما بين جوج اعداد. مثلا هنا عندي 5 على 3 تساوي 1.6، يعني القسمة ديال العدد على العدد كيساوي لي عدد ماشي مضبوط، يعني في ارقام بعد الفاصله ما كتسالاش بالحساب. انا اش كنديرو؟ كنستعملو القيمه المقربه. القيمه المقربه فيها جوج حدود، هاد الاول والحد الثاني، اما بتفريط أو بإفراط. بتفريط يعني كنحدو منه، يعني كيكون أقل من هاد العدد. بتفريط يعني بأقل، وبإفراط بحال اللي كنكبرو منه، نعطيوه عدد تقريبي بأكثر. بتفريط يعني بنقصان، كنا نقوله هي بنقصان كنقصو، وبإفراط تنقوله هي بزيادة، بزيادة. نأخذ مثال،
دونك ناخذ مثال 5 3 اللي كتساوي 1.6666 كما شفنا، هنا عدد غير محدود. هنا يمكن لي نقول ان 5 على 3 تكون محصورا بين 1.6 و 1.7. أو مثلا 5 على 3 تكون محصورة 1.66 و 1.67. هاد القيمة كتسمى قيمة العدد 5 على 3 بإفراط، يعني بنقصان إفراط بإفراط بتقريب تقريبا بتقريب 0.01، يعني جوج الأرقام بعد الفاصلة. وهذا كذلك يسمى قيمة عدد 5 على 3. العكس هنايا بتفريط،